شكراً إليك. صحتين وهنا. نهال، إجت الشاي؟ نهال؟ نعم، الشاي جاهز؟ مو جاي على بالي. عم تستني شي حدا؟ لا، عم بطلع على البحر، بس شردت شوي. مهند اجا. اجا مهند، شفته من فوق. مو معقول، كيف اجا هلا؟ عن جد كيف اجا هلا بدون ما يخبر حدا؟ على اساس لسه بده يضل. استغفر الله، معناتها نهال ما كانت شاردة على الفاضي. مهند اجا، الله حيه مهند. مرحبا اجا. مرحبا يا بطاي. اوبا. يا الله، كثير اشتقت لك. بعرف، كرمال هيك انا اجيت بكير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ليكو مين اجا؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما كنا بنعرف رح تجي. مرحبا. كيف حتى اجيت بكير؟ ليش ما خبرتنا انه جاي؟ حبيت اعملكن اياها مفاجأة. اي والله، عن جد كانت مفاجأة. شو مستني؟ روح خد السيارة. بالأول أعطيني الشنطة، خليني طالعة. كيف كانت أمريكا؟ سوبر. نهال، شوفي إجا مهند. هاي، انربط لسانه من المفاجأة. مزبوط، كتير تفاجأت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله ما كان جابك. شو؟ ولا شيء. يا الله، ليش اجيت بدون ما تخبرنا؟ كنا جهزنا لك حفلة. مهند بيك، اهلا وسهلا. اهلا فيك. يا جبت لي معك طلباتي؟ مع الاسف لا. اكيد عم تمزح. شوفي المفاجاه مدموزيل، مو معقوله ما هيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مرحبا. اهلين، شو هالمفاجاه؟ كتير فاجأتنا، على أساس كنت بدك تضلي نهاية الشهر. طقت روحي هنيك، إجا على بالي أرجع فحملت حالي وإجيت. كتير فرحت، رح بوسلك مرة تانية. لسا هلأ لحتى صحيت، كانت عم تطلع تحت هيك كأنه جمدت. تفاجأت لما شفته، ما كنت متوقع يجي. لسه امبارح حكينا، ما قال لي رح يرجع. يعني ما كنتي بتعرفي؟ لو كانت بتعرف اكيد كانت قالت لنا. عم قلكن ما خبرني، مجنون. ايه، كيف كانت سفرتك؟ منيحة ومريحة. ليش ما جبت لي الغراض اللي وصيتك عليها؟ ايه، اعتبرهم دينة علي. اخسى عليك. خلص مراد، لا تزعل منه، عم بيقول لك قرر يجي فجأة، أكيد ما صار عنده وقت. شوفوا كيف عم ندافع عنه كأنه متفقين سوا. أنا رايح أتدوش. سمر مو هون؟ لا.
صاير شي؟ الوضع متوتر، تعال احكي لك. نهال بنت غريبة، ردت فعلها غريبة كتير أحياناً، ما هيك؟ بس يمكن لأنها مزعوجة كمان، ولا كانت دوشتنا من فرحتها. لا ليش؟ ما أجى على بالي. عم بتخطير يا مهند، وضعك ما عاجبني بنوب. يلا يا ملعون، يلا اطلعوا خليني ارتاح شوي. خلص اتركه، بيكون تعبان من السفر. فهمنا. حط هذا عندك. بدك يعني اطلع؟ لو سمحتي بدي ارتاح شوي. لا تتبايخ علي، شو يلي تعبك؟ نعرف من وين اجيت. عم قلك يلا حابب ضل وحدي. اكيد معصب مني لاني جبرتك ترجع على البيت. لا جني. حق لكان. لا تنسى أسرارنا مع بعض. يلا يلا تركيني ميت من التعب. ماشي، بس إذا مو حابب تندم بكرة خلينا نتعشى سوا بعدين بتنام. لا تخجلني بتندم. اشتقت له لمهند كثير، منيح رجع بكير. اليوم وين رحتي انت ورني؟ نزلنا على السوق واشترينا شوية اغراض. يعني رنين هي اللي اشترت الاغراض. اشترت شغلات حلوة. صحيح أذواقنا بتختلف كثير، بس اشترت اغراض حلوة. كل النهار قضيتوه بالسوق؟ لا معقولة؟ قعدنا بكافيه. أصلاً من وصلتنا قعدنا وأكلنا، بعدين رحنا نشتري أغراض ورحنا تسلينا شوي بمحلات تانية. نهال نسيانة تليفونها تحت، كنت أخذت لها إياه. رنين عم تتصل. طيب رنين حبيبتي، هلا أنا لميس. بونجور مادموزيل. بونجور رنين. نهال بالحمام عم تاخد دوش. بقلها بعد شوي تحكي معك. رنين كيف كان الفيلم؟ أي فيلم؟ الفيلم اللي رحتوا شفتوه أنت ونهال. نهال قالت لي. هداك. تنصحيني شوفه؟ طبعا طبعا، كتير كان حلو. لكان الفيلم يلي شفتوه اليوم كان كتير حلو. ها نهال اجت، رح اعطيك اياها بخاطرك. رنين بعدين بحكي معك. بعدين ليش عملتي هيك شي؟ لأني شكيت. نهال ما قلتي لي الصراحة. شو عم تحاولي إنك تعملي؟ عم تحاولي تعرفي وين رحت من خلال رفيقتي؟ مزبوط، لأنك كذبتي علي. بأي حق بتحرجيني قدام رفيقتي؟ خجلتيني بشكك فيني. بركي عندي شغلات ما بقدر أحكي لك إياها أبداً، أو في شغلات خاصة ما بدي حدا يعرفها بنوب. أنا صار عمري 19 سنة مدموزيل، 19 سنة. ماني البنت الصغيرة اللي كانت تمسكك من تنورتك. إذا بتريدي انتبهي على نبرة صوتك. لا، لأنه كتير متضايقة منك. نهال بعتذر منك. الحق معك تجاوزت حدودي، أنا آسفة.
ما في داعي بنوب. بركي ساعتها بشرى حكيت، يمكن تروح تخبر شي صحيفة انه انت رحت على بيتك السري للعشاء. هذا شي مستحيل. ليش؟ مقهورة وعم تاكل حالة، من قهرة ما بتعرف شو ممكن تعمل. ايه بتعملها، مجنونة. رحت لعندها وحكيت معها قبل ما اجي على البيت. اها، عم تحكي عن جد؟ ما رح تزعجني مرة تانية، وعدتني. أكيد بتكون راعبتها للمخلوقة. لدرجة ما قدرت تفتح تمها بكلمة، وبعدين بعتت لي رسالة واعتذرت مني. ايه منيح، وهي ارتحنا منها. وانتي لا تفتح تمك وتحكي كمان، المادموزيل بتتضايق منك شوي، وبعدين أكيد رح تراضيها. لوين؟ على المطبخ، جعت كتير.